مرحبا بك. سافا؟ الحمد لله. الكذب بين الكوبلوات حاجة أكيد هذي. علاش حاجة أكيد؟ هذي ما تنجمش تعيش إلا ما تكذب. علاش؟ تو من الأول هي باش تقولي أنت شنو تخدم؟ ما أنا نخدم كل شيء عندي جاوبي. وي أنا وموا جو مونج جو سي با كوا وكذا. ياك هاو. هي تاكل في العجة تقول لك راني ناكل في فرويد مير. تاكل في العجة هي نورمال الكل. كي تطلع بالرسمي تاكل في الفرويد مير. عادش بيا حتى راني ناكل في الفرويد مير. شكون؟ يا خالتي تو بعد لحظة بارك الله هي تو. شنو خالتك تحب أمك بلاهي جيش. حط تبرلو. اسمعيني ما تبديش تسبي بتبرلو. لحظة بارك. لحظة. نضحوا عائلة كاملة. لحظة لحظة. ما تسبيش راهي تلفزة راهي. حط تبرلو. حط تبرلو. تتا عسلامة. لاباس؟ لاباس، انا هي تاع، انا توا معانا في نيو ميديا تي في، بلا قول ولد اختك يسكت، لحظة، لحظة بركة ولد اختك خليه يسكت، باهي تتا، باهي ولدك، باهي تتا ولدك بحذانا توا وسألناه على الوضع، ماذا بينا أنت لو كان جاوبنا، احنا سمعنا إجابة ولدك، نحب إجابتك أنت تتا، إيش رأيك في الوضع نتاع البلاد؟ تبيك تقولي كلمة زايدة ها؟ وضع مزري. وضع مزري بنفس الكلام اللي قاله ولدك تتا. والله تتا في بالك ولدك باش يحرق؟ في بالك ولدك باش يحرق تتا؟ ها هو توا قالي باش نحرق. معناها باش نسافر مش نحرق روحي فاهمين خاطر امي نعرف انت تخليه يا تتا ولا نحن هذا وضع عايشين فيه. اي قالك الوضع اجى لنا وري وجهك غادي. اسمعني تتا لحظه. التلفزه فرنسا ويجي تزكم بعد. اسمعني تتا ولدك قالك الوضع اللي في البلاد ما عجبنيش دونك انا باش نهز روحي ونحرق فهمت؟ انت شنو تقول له؟ حطني باش تحرقي معاه؟ اي اسمعيني راسك باش تخليه واحد امك باش تحرق. شو تحرقي؟ كنا مش نحرق كنا مش نحرق. ايه اسمع يا زيد اغسلي ساقيك بالماء ما عندك البرد ما البحر غادي بيه فهمتي انت تمشي امورك واضحه. اه انت اسكتي التلفزه تسمع فينا اسكتي لحظه اش قلت لك؟ اه ما تحكيش التلفزه تسمع فينا اش بيكي؟ يا تاتا شنو تقول لولدك انت؟ مش نكون ربي يجي يصلح ان شاء الله ربي ولدي ينوب عليه بخدامه وبمرايه باهيه كيما صوتك انت هكا عسل. يا اسمي هكا هو. تتا تخطب فيها لولدك اخي. انت مخطوبه ولا ناس؟ انت شبيك انت الطفله تكلمك تسالها مخطوبه ولا ايه؟ انت شبيك؟ شبيك شي؟ كان شو عندك البلاويت راك جابتهم في الطياره. انت شبيك فضحتينا في التلفزه؟ سكرها التلفزه الليله. باهي تاتا شكون باش تهز معاك كي تمشي؟ انا عندي ولدي البنيه شكون باش تهز؟ بابا ما تهزيهوش يخرن ياسر غادي يخرن غادي يخرن ما تهزيهوش يبدا لوش على الكريستال غادي ما يلقاوش في فرنسا اش بيك تهزيهوش؟ بنتي نمشي لفرنسا نمشي لبلجيكا نمشي لموريتانيا نمشي حتى للسودان. حتى وين؟ حتى للسودان المهم نبعد من تونس. عزوز عمرها 50 سنة تحب تبعد من تونس. شبيكي؟ والله هذا هو الوضع التونسي. يعطيك الصحة تاتا ميرسي. اه ميرسي معناها عايشك نعرف ما فهمتيهاش عايشك. ليه عايشك يا تاتا؟ عايشك باهي يجيك مكمل معاك اه؟ توا هاكا كما كنتوا تشوفوا مرا لا تعرفني لا نعرفها لا شفتها لا شافتني قالت لك انا كان ولدي ماشي باش نمشي مع ولدي. هاكا عائلتنا الكل كاينه. خالتك قالت لك باش نحرق. ماشيين الكل. من وقتاش انتم تكتكولها؟ في صبر ناكا في صبر ناكا. حصل في صبر؟ اي اكيد. من عام اللي تولد صغير يقول لك عايش ولدي ما ثارت باك على روحك وما تنساش تخرج لبرا وكذا. صح ايش من ايش من ايش من بعد السيارة ها؟ شبيك؟ يتولد بشومبرير في داركم؟ هاي شنو لقبك؟ علاش انتم كي تمشوا مثلا واحد يطار وما تزال بحر؟ مش معناها اخوذ من برا احرق واخوذ من برا فهمتي؟ علاش ما يطهروش ويدوروا بي في السونتر فيل باش ما يخش من انا احرق انا يشوف الماء فهمتي؟ يتعلم تعرف تاخذ من برا كاو تي بالك لهنا كان انت تحبي على راجل لهنا باري خذي من برا جيبي شتلة باهية لتونس فهمتي على الأقل باش كيكبر الجيل
يولي بزنس وتولي الوراق عاديه والدنيا باهيه. يولي هما يجيونا من ايطاليا باش ياخذوا من عندنا لهنا في تونس. لا هما ما يجوناش، نحن نمشيو لهم. تقعدوا احنا نمشيو لهم؟ لا نحن نحسنوا الشتله. نحن نمشيو، نحن نموتوا على المشي. خلونا نمشوا ولا خلونا نجوا؟ نحكي لك ثلاث سنين مع قاوريه بلجيكيه لين بطلت منها المراه وهما الوراق ما حبوش يعطوها لي. ما حبوش يبعثوك المراه؟ مش يعطوها لي، ما حبوش. انا خطبت اليوم وخطبهم تخدوا وتخالتي، فهمت؟ انا صرفت 4 ملايين باش خطبت واحد تونسي وصرفت 30,000 باش خطب واحده قاوريه. قسما بالله 90,000 مشيت خذيت لها بوكي وخذيت لها خاتم فضه زاده. ياك وجيت نص الليل قلت لها اهلا بيك. قالت لي شنو اهلا بيك؟ قلت لها انا مع بعضنا، انا مخطوبين تو. شنو اهلا بيك؟ اهلا بيك تفهموا بعضنا كيك. احنا في داركم هي؟ في دارنا. هدي ما تكلم فيه بالتليفون، رد بالك تبسها المراه. مخطوبين. انت قلت لها يزي راه في صبر هما كذا ثاني. راه في صبر هما صحيح. انت وقتها المراه وين؟ كيفاش خطبتها؟ جربها قبل ما تخطب. صحيح. شنو كيفاش خطبتها؟ جتني لهنا. اي قعدت في الاوتيل؟ لا مشينا كرينا دار واحد. كيفاش مرتها تمشي للاوتيل؟ ملا وينك؟ مازالت ما ولدتش مرتي. امي قسما باللي الصباح تطلب في الليل تطلب. باهي الطفل. انت قلت لها جاوها به راهي الطفل امريكلي. تسمع كان بونجور مون امور بون وي مون امور. انا كنت خاطب وحده. صباح كيفاش تصبح عليك؟ شنو رديتنا نحن التوانسه ما نصلحوش؟ لا برج وليا تخرنوا ياسر. اش تقول لك الصباح؟ ديما هات ديما هات، عرفت عباره تركس حالها فما هات 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 هات. اي بيان سور مد مد مد. ايش بيا انا ممكن عرس باتا؟ اي والله صحايبي اش بيا؟ شنو سؤال؟ علاش ديما الراجل يمد؟ ماكم قوامونا على النساء. اي وانتم ماكم كيدكونا العظيم زاد، شنو مشكل؟ في الصرف كيدهن العظيم في الصرف. تيح الصرف تجيك خويا تجيك. ما عندك السارف تقولك بونوي تعبه شنو نقول باش تمشي لغيرك كاو خوي. انا قلت لك والله نحكي مع واحد البارح قسما بالله تكذب علي، تعملي عندي مليار ونص خطيب عند تحكي معايا ما عندي حتى فرنك. حتى انا وليت نكذب عليه. قلت له عندي جولف سيتر لاين نكذب عليه وكذا. قالت لي نهار السبت نتقابل نعملوا قهوه. قلت له باهي. جا في الواج اليوم ما جاش في الجولف، راه الجولف مكسره. سلم الواجات والستوبات. جيت في ستوب؟ ايه ستوبيت ديما هذيك واللواج ساعات كي تبدا من فين فنجي في اللواج. تحيي الوليد ودخالتي، تحيي الوليد ودخالي، اقوى ريت واحد شد ستوب. الشعب راهو ريتي كي نركبوا في اللواج واش بيك؟ ديما تران ديما لوا وتيح للهواء ديما الفقر حسيرو ديما شوف فيها مالهم الكل فقر يضرب فيها. رجعوا لي فماش فقراء. انت ماكش فقير انت. انت تساوري في العباد تدخلي في الفلوس، عطينا نتحدثوا معاك. اش بيك؟ ايش تنزل هاكا هاكا لبس عليه لورا الكاميرا. ايه ايش اخوي تنزل؟ اجا الفحص خوي شوف العباد كيفاش. هاكا الفلوس عندها ذكرى. هاي طايح الصرف وجا بعدي. عندك انت ضحك عليك. ولا قسما بالله بري ابتي للفحص شوفي العباد كيفاش تعيش. اقسم بالله ناس مازال الفقر والله 2000 وفيش نحن 2022 ماكي اختي يلا غالب من 2018 حبست الذاكره. فهمتي 2022 الناس اقسم بالله ما عندهاش باش تاكل والله ربي الكريم. واضح. والناس داخل في فلوس كالتراب. انت شو عملت لها خطيبتك؟ قسيتها معاها الطفله. علاش؟ كورونا كذا هكا ثلاث سنين راه مع بعضنا راه نمشي للسفاره كذا في ارجع في خذ رونديفو في ارجع هكا مشت على روحها الطفل. براس امك لا براس امك هذا يسيبوا لها فيزا راه الزيتون الكل سرقه قسما بالله غاد بالرسمي عندها يكذب عندنا 35 قطار زيتون اقسم بيا سرقه الزيتون الكل سرقه معناها اي زيتون مسروق في تونس راه عندها ضايع بالرسمي سيبوه خليه يخرج سرق الزيتون محرق سرق كذا محرق يا خويا سيبوا لها الزيت هذا هو صاحبي رخص لنا صاحبي خليه يخرج الراس علاش الراجل الزيتون الناس كل شويه سيبوه يخرج يقصد ربي شو اسمه هذا حمدي اختصاص سرقه الزيتون سكر البرنامج